بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معانا اليوم ترانس. الترانس بيطلع لنا 0.9 فولت، الدخل بتاعه بيكون 220 فولت 50 هرتز، مصنوع في الصين، وطبعا بيدينا 100 ملي أمبير. فكرة فيديو اليوم مبنية على التوصيلات الموجودة أمام حضراتكم، هنوضحها مع بعض دلوقتي. أولا الترانس، ادي الوصلة بتاعت الكهرباء، الاتنين الصفر طبعا واصلين بالكهرباء، نوصلهم. ومعانا الخارج اللي هو الفولت اللي طالع معانا 2.09 فولت. عملت ايه بقى؟ ايه موصل 2 قنطرة التوحيد مع بعض على التوازي، تمام. ادي قنطرة ايه، واحدة عاملها بالديود 1 امبير، عبارة عن 4 ديودات، وتم اتصالهم بهذه الصورة، ومكثف 3300 ميكروفاراد بجهد 10 فولت. والقنطرة التانية قنطرة جاهزة متصل بيها برضو مكثف. الهدف من التجربة اللي احنا نضاعف الفولت ونشوف هنضاعف الامبير ولا مش هيتضاعف معنا، لكن برضو في اخر الفيديو هنعرف الامبير تضاعف ولا لا. مبدئيا انا عندي 4 اطراف، نبدا نشوف قدرة الامبير. 3 تتوقع يكون كام الامبير الخارج دلوقتي، سواء من القنطرة الاولى او من القنطرة التانية؟ مش لاحظ معايا؟ هنقيس وهنشوف برضو. اتفقنا اللي هو بيطلع 100 ملي امبير. هبدأ اقيس الفولت لكل قنطرة. القنطرة الاولانية دي مدياني 12 فولت، وكذلك لما هقيس القنطرة التانية هتديني برضو 12 فولت، والنتيجة كانت ان انا ضاعفت الفولت. بدل ما اجيب 2 ترانس بقى عندي 12، وبقى عندي 12 فولت، وهنا 12 فولت. دلوقتي ممكن انت تقوم تعمل ايه؟ نجمع الاتنين مع بعض، يعني ممكن نوصلهم مع بعض على التوازي. يعني لو ممكن نوصل الموجب مع السالب دوت توالي، نبدأ نوصلهم مع بعض ونشوف النتيجة. شوف النتيجة تدينا كام دلوقتي لما نقيس. تم مضاعفة الفولت. الهدف من فيديو اليوم النهاردة ازاي احنا نضاعف الفولت، وهنضاعف كمان الامبير. تابع معايا الفيديو للنهاية. لابد ان احنا نفهم الموضوع نظري. احنا عندنا بطارية بتطلع لنا طبعا الموجب والسالب. طبعا احنا عندنا لو بطارية تانية جنبها، ونقول هنا السالب وهنا الموجب، كذلك الخارج بتاع الترانسفورمر اللي احنا عاملينه 2 قنطرة التوحيد معنا خارجين. لو انا وصلت في هذه الصورة على التوازي كده، انا وصلت على التوازي، هل احصل على 24 ولا هحصل على 12 فولت والامبير هيفضل ثابت؟ الاجابة هتبقى كام يعني؟ 24؟ طبعا غلط، مش هتبقى 24. 24 فولت ديت بنحصل عليها في حالة التوالي، لكن انا عندي هنا الموجب ده والسالب ده، هيقوم يديني لو انا قست بالافو هيدوني بالظبط 12 فولت، والامبير بتاعي هيتضاعف. يبقى انا عرفت اضاعف الامبير ازاي، يعني عن طريق اللي انا اوصل بايه؟ بالتوازي اضعف الامبير، والامبير معايا هنا هيعلى، هيرتفع معايا، هيبقى ضعف قيمة الترانس بمقدار مرتين او 4 مرات. ال 24 فولت ازاي نحصل عليهم؟ زي ما احنا عملنا في الشغل العملي. ادي لو معانا البطاريتين او الخارجين، الخارج الموجب وادي الخارج السالب، كذلك معانا
الخارج التاني الموجب والسالب، هوصلهم ازاي؟ قلنا هنوصل الموجب مع السالب، دلوقتي ده بنسميه توصيل على التوالي. هنا الاتناشر زائد الاتناشر، هنا بنجمع الفولت. طبعا لما هجمع الاتناشر زائد الاتناشر، خارج الموجب وخارج السالب، هيدوني كام؟ الاربعة وعشرين فولت. اذا انا ضاعفت الفولت وحصلت على الفولت اللي انا عاوزه والقيمة المضاعفة اللي انا عاوزها. اتعلمنا في الفيديو النهاردة ازاي نقوم نعمل توصيل على التوالي، وازاي احنا نعمل توصيل على التوازي، وازاي احنا نقوم نضاعف الفولت، وازاي احنا نقوم نضاعف الامبير. فيديو المهم النهاردة ارجو ان يحوز اعجابكم، وياريت ما تنسناش من الاعجاب بالفيديو، ولو لسه جديد بالاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.